صوت تقدم لكم مقالة صوتية بعنوان ديروا بالكم أهل المطلع، الجزء الرابع للكاتب المهندس عدنان عبد الله العثمان. أضحت الأمانة والشرف في قطاع المقاولات نسبية، وطبعاً أنا ما أتكلم عن المقاول الشريف اللي خاف الله، ومنهم كثر، ولكن أخص الغشاش والمنافق منهم، واللي راح يبتلي فيهم هذا المواطن البسيط والذي انتظر أكثر من 20 عاماً حتى حصل على قطعة أرض وقروض سيحملها معه إلى القبر، وبعدها يأتيك هذا المقاول يضيع عليه فرحة ويضيع عليه الأولى والتالي. ومشكلة المقاولين في الكويت تكمن في غياب المقاول الكويتي إلا ما ندر، فمعظم شركات المقاولات الكبيرة بواقع الأمر تعود إلى وافدين، والكويتي يكون إما شريك غير تنفيذي أو شريك مستتر بس حق الرخصة. تلك الشركات كبيرة وما تأخذ مشاريع صغيرة مثل المنازل، وإن أخذت فالتكلفة تكون عالية لوجود مصاريف تشغيلية كبيرة تتحملها الشركة، ويبقى في السوق غير المنظم والغائب عنه الرقابة الفعلية شركات مقاولات صغيرة، وأحياناً ما هي إلا شركات على الورق تعود لوافدين يستأجرون تلك الشركات من مواطنين ويعملون باسمهم، وطبعاً العديد من عمالتهم ما هي إلا عمالة سائبة يجمعونهم عندما يكون لديهم عمل. بمعنى لو كبسنا على فيلا قيد الإنشاء ودققنا على العمالة راح نلاقي العديد منهم على إقامات مزارع ورعي غنم ولا خادم، أشكال وألوان من الإقامات المخالفة، ومنهم اللي يعرف بالشغل والعديد يتعلم الصنعة بمنزل المواطن المسكين، والنتيجة يعطونك تشطيب تحت السيء. وأنا هنا لست ضد عمل الوافدين بأي قطاع، بل مع تنظيم السوق الذي يحفظ حقوق كل الأطراف. المهم على المواطن التأكد أن من يتعاقد معه عليه أن يقدم له كفالة بنكية عن الدفعة المقدمة، ويخصم 10% من كل دفعة علشان يكون عند ضمان 10% من قيمة المقاولة بيده بنهاية المشروع، وبعدها يدفع النصف منها للمقاول بعد استلام المشروع، ويجب عليه التأكد من عدم وجود سوء مصنعية يتطلب خصم قيمتها، وعادة من يحدد ذلك المهندس المشرف، ويحتفظ صاحب البيت بالمتبقي لمدة سنة، أو تدفع نقدا مقابل كفالة بنكية بقيمتها ولمدة سنة. في هذه الحالة فقط تستطيع ضمان حقك، أما اللي يقول لك أعطيك كفالة 10 سنوات من دون ضمان مالي فهذا كلام فيه الكثير من المخاطر. وبالمقابل في نقطة لازم أتكلم عنها رأيتها منتشرة وبكثرة، تكمن في أن بعض المواطنين يطمع بمبلغ الضمان ويصير يطلع العذاريب علشان يأكلها أو قسم منها على المقاول، وبعضهم يحسبونها شطارة، وللأسف وما هي إلا سرقة وأكل أموال الناس في الباطل، وهذا ما يجوز. المهم علشان تحكم المقاول لازم عقدك يكون محكم ومرفق به جدول الكميات وتسعير كل بند، والصياغة تكون قانونية محكمة، وما يضر إذا المواطن يسأل محامي قبل لا يوقع عقده. المهم في ملاحظات مهمة وإن كثرت، ولكن نتكلم عن بعضها، حيث إن بعض العمل في الإنشاء يتطلب قيام شركات مختصة به، أحياناً المقاول يحاول يسلقها على المواطن وينفذها بمعرفته ويقول لك أعطيك كفالة، وهذه الكفالة ما لها قيمة لأنها مجرد كلام، وأهو أصلاً مقاول وكما يقال إشلاعي، يعني اليوم موجود وباكر ما تدري وينه. وكمثال أعمال العزل وخصوصاً السرداب فلا تقبل قيام المقاول بها ولا تقوم بها إلا من خلال شركات مختصة بالعزل، وهم معروفون بالسوق وكفالتهم نافذة، لأن آخر شيء تبي تواجهه تسرب المياه الجوفية إلى داخل السرداب، أو تسرب المياه من أرضيات الحمامات إلى الدور السفلي، أو خرير السقف. ترى هذه الشغلة بتنغص عليك حياتك،
كذلك ضرورة التأكد من معالجة الأرض من القوارض قبل قيامك بصب أرضية السرداب من قبل شركة مختصة، وترى الشغلة ما تكلف أكثر من 250 دينار، ولكن جداً مهمة للقضاء على تعشيش القوارض في قاع أرضية المنزل مثل النمل الأبيض والفئران وكذلك العقارب. ولا تنسون إنكم تبنون بمنطقة صحراوية فيها كل أنواع القوارض والزواحف والحشرات. ونكمل نصايحنا ونتطرق لأعمال الكهرباء والصحي والألومنيوم وكذلك التكييف بالمقال القادم، أو تسلمون. إذا عجبتكم المقالة شاركوها مع أصدقائكم، وإذا أردتم الاستماع لمزيد من مقالاتنا سارعوا بتثبيت تطبيقنا صوت. مع تحيات صوت صدى المعرفة.